بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن القرآن. بسم الله پیغمبر نه صلوات و سلام نر ورسن بو ثپامز بو مثالیمز نه مارده گورلار قرآن مارده القرآن انزل الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاه والسلام نعم قرآن الله تعالى پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم اینردی امرنا بان نعمل بهذا القرآن بذ الله تعالى امرتی قرآن قرآن ملن عمل اتمکلیو نقرأ القرآن قراءة يومية. هير قنّ هير قنّنا مديث قرآن أقياس. أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة. بذكين إن إثاث سورة هير قنّك هير وقت قنّم هذا أولي سورة مذنّا فاتحة سورة. نصحح قراءة السورة نقرأ قراءة صحيحة تكون الصلاة صحيحة لأنه لو يقرأ الفاتحة ويخطئ فيها قد تكون الصلاة باطلة. قرآن اوقمقلومدی نمدیاس دوزتملی قرآنی دوغرو قمالی کیا وات چیلی یالنسلار ورت بلیا نمازمدی باطل گورنوشو چورپ بلیا شو قرآن اوقمقلو دوغرو اورنملی یخت کثیر من الناس عندما يقرا مثلا الذين يقراها الذين کاور آدملر نمازدا نمدی نمازن سوزلرنی یالنسیالر مثال چون الذين دين يرن نما الذين ديب زخرپني يالمشترب اوقيار هذا خطا عظيم شو قاتي اولي يالمش ماذا يصنع يخرج اللسان يقول الذين نعم دوغرو گورنشتو قمالي الذين دين دنا نما يعني ديلينه چقارب دوغرو گورنشتو مخرجلارن بلمي يصحح قراءه الفاتحه اهم ما يكون ان اذاثي شل قرآن دوغرو بلميان مرسان فاتحة سورة دوغرو أقمقلغي حكمان أورن ملي ينظر في تفسير هذه السورة ويستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل بها نامديا شل سورة فاتحة سورة ترجمة سيرديا أقويا وعلّا دان دليا شل سورة شل قرآن شل سورة عمل اتمك لغني عللا دان يعدم دلاب عمل اتمك لغا تشاشيا في كل يوم نقرأ في كل يوم نتعلم في كل يوم ننظر تفسير الآيات. ذي هيرون أما هيرون أقياس قرآن هيرون سيرديان هو نامت تك والملي أقيان ذات لما تدشن مكلوتين نام تفسير نثرت ملي ترجمة نثرت ملي. لا نهجر القرآن. بوقت برضو قرآن آدم لر تصدد لر هيش كم أقام. هجر القرآن يكون هجر للقراءة وهجر للتدبر والنظر في المعاني وهجر للعمل وهجر للتداوي. آدم لر قرآن تصدد لر نعم قرنش لر ده أقامك قرنش ده تصدد لر قرآني دشنمك قرنش ده تصدد لر قرآن حتى نعم درمان دير درمان قرنش ده أول نقطة تصدد لر آدم لر. نعم هذا ما يتعلق ب الفاتحة وكذلك أيضا قصار السور السور القصار يعني من الزلزلة من سورة الزلزلة إلى الناس يهتم بهذه السور إثاث انثفر ملثنامة فاتحة سورة هيرون هير نماز مذا أقياس شل سوران ترجمة بالمالي أقولشن دول أورن مالي وكتش سرولر كتش سرولر زلزلة سورة المسلب كتش إنسان قينا ناس سورة نتشين شل سرولرون معنيلرنى düşünmek için okap nimetmeli öğrenmeli vallahi alem Allah Teala has bilir.